سأفضي إليكم بجوهرة هذه الخطبة كما أراها بإذن الله تعالى. أعز ما فتح الله علي به، مع أن لي سابقة في هذا الموضوع، فأرجو أن يفتح الله علينا وعليكم بإذن الله ويتقبل عنا وعنكم أحسن ما عملنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ضاق هامش الإعذار منا لبعضنا البعض، اتسمت أحكامنا على بعضنا البعض بالقسوة والفظاظة، أليس كذلك؟ كما قلت لكم، إما إبليس إما قديس. طبعاً الأبالسة أكثر، الأبالسة والزنادقة أكثر، كما قلت احذروا معاشر الأحرار كلكم زنادقة. كل من يتجرأ أن يستخدم عقله قد يوصم بماذا؟ بالكفر والمروخ والزندقة أيها الإخوة. طيب، بخلاف رب العالمين لا إله إلا هو، نحن نحكم على بعضنا أحكاماً ظرفية، نغرق في الظرفية. وللتجربة أيها الإخوة وللحكمة، قال عيسى عليه السلام: لا تدينوا لئلا تدانوا. كل من حكم على غيره ظرفياً يوشك أن يكون ضحية للظرفية. سبحان الله، قبل أي بضع سنين المرحوم الشيخ الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الصبور شهير رحمة الله عليه، وهو الذي حرك ملف قضية المرحوم نصر أبو زيد، وتأدى الأمر بأبو زيد أن يهاجر مصر وأن يموت خارج كذا إلى آخره، وطلب التفريق بينه وبين زوجه، حكم عليه بالردة، قصة كبيرة. ما الذي حصل؟ نفس الشيء، وقع عبد الصبور شاهين ضحية للشيخ يوسف البدري هكذا، وأريد أن يستصدر حكم بردته والتفريق بينه وبين زوجته، نفس الملعوب. النظرات الضيقة، الحكم الظرفي على الأشخاص والعلماء وأهل الفكر لا يجوز. لا تدينوا لئلا تدانوا. الآن أيها الإخوة، رب العالمين تبارك وتعالى، هل تظنون أنه يحكم علينا كذا من غير أن يدخل في الحساب أيها الإخوة، إنجاز التعبير، مشروطيتنا، مظروفيتنا؟ حاشا لله. الله يدخل هذا يراعيه تماما في الحساب. أحب أن أستنبط معنى جديدا: الله تبارك وتعالى وحده، ولا يستطيع هذا لا جبري ولا ميكال ولا أكبر فيلسوف وجودي أو عالم في النفس، مستحيل. وحده يعلم المحض منا، يعلمك محضا، يعلمني محضا، يعلمك محضا. ما هو المحض منا؟ أستطيع أن أقول المحض منا ما يعادل الإنسان لياقات ومؤهلات بغير تجربة، بغير اختبار، طبيعة ملهمة فقط، هذا المحض. ثم الإنسان لياقة أو استعدادا، إنجاز التعبير أوضح، الإنسان استعدادا يعادل، وهذا يحتاج إلى تفكير، فكروا في بعض الخطبة، يعادل المتوسط الحسابي للإنسان مجردا أو استعدادا ولياقة تحت الظروف الممكنة المفروضة المختلفة. بمعنى، هذا الشيعي لو أخذ من بيئة الشيعية منذ نعومة الأظفار ووضع في بيئة سنية، وحده الله يعلم كيف كان سيتصرف ويسلك ويفهم ويدرج وحده. لو وضع في بيئة إباضية، مسيحية، يهودية، هندوسية إلى آخره، في نهاية المطاف الله وحده هو القادر. الفيلسوف الوجودي كافر بهذه الفكرة، ساخر منها، لأنه ملحد مادي، يقول لك: وهل ثمت معنى أصلاً للشخصية خارج حدود البيئة والثقافة والتجريب؟ مستحيل. حتى الاستعداد مفهوم أنا لا أصادر عليه، يقول لا أصادق عليه عفواً. لكن رب العالمين الذي وسع كل شيء علمه قال: ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم يعلم. يعلم ماذا كنت ستكون وماذا كنت ستفعل وتجترح من أفكار وسلوكات في بيئة مختلفة، إن قليلاً أو كثيراً يعلم. الآن متوسط الحسابي، الله يعلم أنك في هذه البيئة ستحتاج 5 درجات، لكن في هذه البيئة 10 درجات، في هذه البيئة 3 درجات، المجموع 18 على 3 6، أنت عند الله محضاً تساوي 6. ولذلك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة،